مباشرة ننتقل بكم إلى قاهرة المعز، والزميلة العزيزة الأستاذة الرائعة المعلق المتميز المعلق صاحب البصمة والبسمة الأستاذ رشيد بدر عبيد. نحن سعيدين بك على الهواء مباشرة عبر برنامج بحث عن هدف. تطمنا وتطمن جمهورك وتطمن كل السودان انه يستمعوا لك، وانت مستشفيا بالقاهره. مرحبا بك استاذي الكبير الجميل الاستاذ رشيد بدوي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لابن الزميل محمد فضل الله، وشكرا للكادر الهندسي، وشكرا لكل من في الاستوديو، وشكرا لمنات النيل الازرق الحبيبه الى نفسي. وصراحه البحث عن هدف اليوم في هذه الاستضافه يبحث عن الحقيقه، والحقيقه هي ما سرى كمندار في الهشيم من اشاعه عبر الوسائط بانتقالي للرفيق الاعلى. ونحن نقول انه الناس مؤمنين، كل نفس ذائقة الموت. الأخبار ما بيد البشر أصحاب الغرض والمرض اللي أطلبوا مثل هذا الكلام. كل زول عنده يوم وكل زول بيموت، وأنا ما أعرف الناس مستعجلة كلنا لها. ما أعرف أنا أقول شنو، لكن هذه الإشاعة يعني صراحة أنا من الساعة 8 حتى هذه اللحظة، وصديقي وحبيبي ناجي الدغيل معه في مدينة نصر أزعجنا أي ما يزعج، وأزعج يبغى بنتي الكبيرة، وأزعج يبغى بنتي الصغيرة، وأزعج بنتي الصغيرة والكبيرة، وكلهم محبيه. ولكن برضه كان عندها قيمة ثانية لصاحب الغرض والمرض، إن يعني أعطتني قيمة حب الناس، وده الكنز الحقيقي للبني آدم، إنك أنت الاتصالات والهاتف لم يتوقف رنين منذ الساعة 8 صباحا من كل دول العالم ومن كل السودان الحبيب يستفسروا عن الصحة والعافية. نتجاوز الحتة دي، لا ما صار معاكم أي صورة وصوت، يبقى هو بحث للإشاعة المهربة اللي وصلت. ولصاحبها أقول له اتقي الله في حق نفسك قبل أن تتقي يعني ما سببته من آلام ومن مشاعر حزينة للناس. ودي نفس الصورة تبقى الـ 2015 اللي عملت نفس العملية دي، ما من شخص حصل تلكابلي وحصل الرموز. أنا أقول لهم اتقوا الله في حق نفسكم، ما يهم الحبايبنا وبالفعل الرياضية الوفية جدا، إلا أنا أطمنها وأقول لها أنا أهو شايفين أنا بصحة جيدة وبخير، والعلاج ماشي كما يجب. احمد الله على نعمه الصحه والعافيه. لكن صراحه الوفاء في هذه المحنه العابره ان شاء الله ورثني معدن الرجال، ورثني معدن المواقف ومعدن المبادرات اللي جاوبنا وخلافه وخلافه. كثير يقول لك والله انت بتستحق، انا والله كون انا في وجدان الشعب السوداني عموما والشعب الرياضي بصفه خاصه، حتى في ناس بيتصلوا والله انا ما عندي معاهم معرفه من كندا من الكويت من الامارات من قطر. لو حاولت احصر من اتصل ومن عبر بالمشاعر لا استطيع. عبرك يا محمد عشان ما اخذ ثغرتك كلها، انا اقول لك يا اخي كثر خيرك، واطمن الناس مره اخرى وثانيه وثالثه انه ما صدر في الوسائط من بعض اصحاب الغرض والمرض هو قدامك انا بصحه جيده وبخير، وطمنوا سلفي واهلي وحبابي ومعاشي. الحرص الرياضي ده قيم الوفاء هي الباغيه. ما بقدر اشكر زيد ام عبيد، ولكن لانه انكس بالملايين وهم يتصلوا. صح اليوم يعني كميه بتاعت ازعاج حصلت فينا، لكن نقول الحمد لله دي بعد دون الشهر. اطمنك يا محمد عشان بدورك تطمن جيده، صاحب الغرض والمرض يموت بغيظه، وكلنا لها كلنا لها. لكن كل زول
ليومه. واليوم ده ما عند البشر، اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى. لما نجي لاجل ما خلاص ما في حد يبالي، الرسول الكريم رحمه والانبياء رحمه، الناس كلها طاحت. ف يقول لك الله في حال نفسك من اطلق هذه الاشاعه ومن مشى تحت دربها. انا هنا لبس خير وصحه جيده والله، اشكركم على الاطلاق الذي لا نفتح في الليله باب الا تنتشر الاشاعه اكثر واكثر، وفي توقيته في وقتها في برنامج ناجح وفي تقديم حلو منك ومن يا محمد صلى الله ومن كل الكاس. شكرا لكم وكثر خيركم، واحييك يا هادي في الاستوديو وانت تطلع بدور التحليل والمتابعه الراتبه. وعلى فكره الوجود للعلاج في الغائره يخليك اكثر غربا من الغرابات عشان تتابع وترصد وتشوف حال البلد. شكرا لكم كلكم وانا بخير وصحيح. شكرا لك استاذنا الجميل رشيد دودو عبيد، ونحن طمنتنا يعني بجد، كنا في قلق كبير جدا، ولكن الحمد لله الان يعني استمعنا لك صوره وصوت، والصوت الجميل المعتق يعني ربنا يجعلك دائما يعني براس، ويجعلك غدوة لكل المعلقين ولكل الرياضيين ولكل المحللين. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. شكرا أستاذ رشيد دودو عبيد، تعليقك أستاذ الهادي. أنا شايفك متوتر شديد. أيوه، أنا أقول للأستاذ الرشيد الحي متعك الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله أزمة وتزول، وحبك للناس وحب الناس لك حيكون متواصل إن شاء الله. الرشيد رغم من الأرقام المميزة في الساحة الرياضية، عرفناه وخبرناه ونحن لاعبين ونحن مدربين والآن نحن محللين، عملنا كثيرا جدا مع بعض. نتمنى له الصحة والعافية وعود سالم غانم لأهله وليه أسرته إن شاء الله ولمريديه في مجال الرياضة. نعم، ويعني برضو الـ 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 الإشاعات دائما أكيد يعني أنا فعلا الخبر ده حاصل. نعم، الخبر ده احنا لقيناه طبعا في الوسائط وانزعجنا جدا، وحاولنا نعمل اتصالات شخصية، لكن تم تصحيح الخبر إن شاء الله من بعض الإخوة اللي اتصلوا، حتى جات مقاطع صوتية من واحدة من المذيعات أكدت بأنه الرشيد بصحة وعافية، وده دي إشاعة مغرضة. نعم، نتمنى أنه أصحاب الغرض زي ما قال الأستاذ الرشيد اللي عندهم أغراض شخصية يعني ما يبسوها علينا في الوسائط العامة، لأنه دي بتخلق مشاكل كثيرة جدا لأسرته. نعم، لمعارفه، لكثير من الناس يعني ناس عايشة. أنا اتصل علي أكثر من واحد يعني. صحيح. يعني حقيقة اتصل علي أكثر من واحد قال لي يا أخي صحيح الرشيد؟ قلت لهم لا، حي يرزق الحمد لله. والحمد لله يعني انت جبت لنا الصوره وصوت، دي برضو يعني خففت كثير وازالت كثير جدا من الهواجس، وطمنت الناس على صحته وعافيته. ان شاء الله يجينا سالم غانم وهو الجون يكون حاضر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.